تميز اليوم الثالث من المهرجان بانطلاق الورشات والتي تهم ورشة المونتاج الرقمي وكتابة السيناريو وورشة التصوير وكذا ورشة إدارة الممثل. اليوم الثالث كي انطلقت الورشات هنا في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، فيها أربعة الورشات، فيها المونتاج الرقمي اللي تطروا الأستاذة لطيفة نمير اللي هي ولات بنت المهرجان، حيث لعدة دورات تطر هذه الورشة. ورشة كتابة السيناريو يؤطرها الأستاذ محمد عريس، فهو سيناريست معروف. الورشة الثالثة هي ورشة إدارة التصوير اللي تأطرها فضل شويكة كذلك لثالث مرة، واللي تتلقى عليها تتلقى إقبال كبير من طرف الطلبات. ثم الورشة الرابعة هي إدارة الممثل، وتأطرها الأستاذ توفيق حماني اللي هو سيناريست ومسرحي كبير من الجهة ديال الشوية والرتيقة. ويتولى تطير هذه الورشات محترفين في مجال السينما الذين لم يبخلوا على المتدربين بخبرتهم الكبيرة في مجالاتهم. المشاركة ديالي بالنسبة لهذه الدورة هذه باش نأطر واحد الورشة ديال المونتاج اللي غادي نخدم فيها، ولا غادي كيف ديجا بدينا في هذا الصباح هذا، بديت معاهم في الأولويات ديال المونتاج، فكرة عامة على السينما وعلى التغناج لا بوست برودكسيون، واشنو خاص، شنو هي المتطلبات اللي خاصها تكون في ان مونتور او ميم طون. دابا دزنا لا براتيك، راه كيف شفتوا لي بارتيسيپون راه باركين دايرين دي زيكزارسيس. الوغ الهدف من هاد الورشه من هنا حتى لا فان ديال الفيستيفال باش يتعلموا لا مانيبيولاسيون ديال لوجيسيال. بالنسبه للورشه ديال اداره الصوت، يعني حاولنا نعتمدوا على نفس المنهج ديال الدوره السابقه اللي هو البراتيك على لا تيوري. النهار الاول داز مزيان، غدا غنبداو لا براتيك عاوتاني، غنعزلوا واحد لو سي جي وبلي مويان دو بور بلا تكنولوجي ديجيتال، غنحاولوا نبينوا لي زيلاف ديال لاتولي يعني كيفاش نقدروا نصوروا نديروا ايماج مزيانه بلي مويان دو بور عاوتاني. الورشة ديال السيناريو اليوم كانت فيها تقديم عام من الإكراهات العامة ديال كتابة السيناريو، والمستفيدين من فئات مختلفة في المواصفات ديالها، فيهم أساتذة فيهم طلبة. بين اليوم الحماس والرغبة في دخول ميدان الكتابة ولا خوض المغامرة هذه. الحصة كانت تقديم عام تقنيات ديال كتابة السيناريو، ولكن كان هناك تمارين للخوض في البحث على أفكار جديدة تطورها، على أساس على أن في الثلاث أيام المقبلة سيتم انتقال من السينوبسيس للتريتمون المتتالية الحوارية إلى الصياغة النهائية لسيناريو فيلم قصير. اليوم درنا وقعنا في لقاء ديال التعارف بيننا وبين الأستاذ شويكة، و دونك هضرنا على الصوره والجماليه، كيفاش نبحثوا على الجماليه ديال الصوره، لا من ناحيه ديال الديكور، لا من ناحيه ديال لاكتور كيفاش خصو يكون، لا من ناحيه ديال الضوء. عطانا واحد التفسيرات الاوليه كيفاش نبحثوا على الجماليه ديال الصوره. اليوم كنا اخذنا فكره عامه على ليكريتور ديال السيناريو وتقديم عام عليه، وكانوا تمارين موازيه باش نبداو الخدمه ديال الكتابه في السيناريو ان شاء الله. وتجدر الاشاره الى انه تم تنظيم هذه الورشات في مجموعه من الاماكن، وهي كليه المهندسين ومركز او سي بي سكيلز.